مهرجانا للفضائل التي تجسد جوار نصف قرن في هذا الفاضل المتبتل في محراب لبنان وصحافة لبنان، سليل بيت الشهادة وربيب بيت الكلمة، فاضل سعيد عبد. فعلى نحو ما نذر والده الشهيد نفسه للبنان ولحرية لبنان، مع نفر من إخوانه الذين شاهدوا بأرواحهم على مذبح هذا الوطن وعلى مذبح العروبة المستعصية على التدريب المتعالية على اتخاذ الدين وسيلة استعلاء أو ذريعة استعباد. كذلك نذر فاضل سعيد عقل نفسه منذ أسس بالاشتراك مع الوارنين شريدة خطية للنذر في أوائل الثلاثينات، نذر نفسه للبنان ولحرية لبنان، شاهرا في وجه ألوان الطغيان أمضى حكام ما وهن له عقل ولا لان له القلم ولا ارتضى يوما على ما آمن به انحدارا إلى درك من مساومة، فمع الطواغيت لا مهابة وفي حربهم لا هوى، والناعمون اليوم في أفياء حرية الصحافة ناهيك عن أفياء استغلال لبنان، قد لا يذكرون شحنا أو جحودا فضل فاضل وزملاء فاضل ممن تسلفوا الراية من آبان الصحافة، فكانت لهم البطولات في مقارعة الاستبداد في كل أنواعه أيام الاستعمار وفي بداية عهد الاستبداد، يراهم شريان الوجدان الوطني